السلام عليكم، هنتكلم معاكم دلوقتي عن الثري فيوز موتور، المين كونكشنز والفورتس اللي ممكن تحصل فيه. اللي احنا شايفينه قدامنا ده اللي هو الار والار والاس والدي، عباره عن الشكل بتاع الثري فيز سبلاي، بحيث ان عندي الثلاثه لاين اللي جايين من الكهرباء بيبقوا ثلاثه لاين معروفين ار واس ودي. ده الستاندرد بوت بتاع الباور سبلاي. بين كل واحد والتاني حاجه اسمها الفي لاين، ما بيجوش في نفس الوقت، بيجي الاولاني الار وبعد منه 120 درجه بيجي الاس، وبعد منه بعد الاس ب 120 درجه بيجي التي. التي الثري فيز يتحرك. الشكل اللي قدامنا ده هنطلع منه باكتر من معلومه. لو لاي سبب من الاسباب واحد قلب الاطراف دي، حط الاس هنا والتي هنا والار حطها هنا وساب وحط التي هنا، يبقى هنا قلب الدنيا كلها. يبقى ار واس وتي المجال هيمشي في الاتجاه ده كده، برضه ار واس وتي هيمشي في الاتجاه ده. بس لو قلب طرف واحد، لو حتى قرب الار، لو قلب الار كده ساب الار وقرب التي مع الاس، ايه ده؟ يبقى ار اس تي هتمشي في الاتجاه ده. معنى كده ان انا لو بدلت اي طرفين من اطراف السبلاي دول مكان بعض هيتعكس الاتجاه. طب عشان نعدل الاتجاه هعمل ايه؟ ارجع اي طرفين تانيين. انا كنت بدلت الاس مع التي، لا هبدل الار هنا مع التي واسيب الاس زي ما هي، هيبقى عندي ار اس تي في الاتجاه ده. يبقى من الشكل ده عرفت ان هو لو انا عكست اي احد اطراف موتور الثري فاز بيتعكس اتجاه الدوران بتاعه. ايه تاني ممكن استفيد منه من الشكل ده؟ الموتور ده لو انا فقدت احد الفيز، فقدت الفيز ده ليه حالتين؟ اثناء التشغيل وقبل التشغيل. لو انا فقدت الفيز ده قبل ما يشتغل هيبقى عندي مجال هنا ومجال هنا مستقلين عن بعض، هيبقى صوت زنة اللي هو صوت زنة المجال المغناطيسي، والموتور يبقى هنا قبل التشغيل هيحصل صوت زنة جامدة، هنشوف الكلام ده مع بعض في التجربة، هيحصل صوت زنة جامدة، والموتور نفسه هيتذبذب السنترنج حوالين المحور بتاعه، لا عارف يروح يمين ولا عارف يروح شمال، لأن في منطقة فاضية هنا ما فيهاش أي مجالات. ده الكلام ده قبل التشغيل. يبقى قبل التشغيل يبقى عندي مجال في الآر لوحده، مجال في التي لوحده مثلا، والحتة دي فاضية، فالمجال عبارة عن مجال مغناطيسي، ما هوش مجال مغناطيسي دوار اتقطع في الحتة دي، فده يعمل زنة، ده يعمل زنة، وفي نفس الوقت اللي يفضل السنتر العمود بتاع الموتور يتذبذب حوالين محوره كده، لو انت حركته في اتجاه الار هيدور اتجاه، لو حركته في اتجاه الاس هيدور اتجاه تاني وياخده، بس مش هيدور بكفاءته كاملة. ده العطل التاني. لو حصل ان القطع قبل اثناء التشغيل هيحصل ايه؟ في انرجيا عندي هتعدي الحتة دي، بس الانرشيا دي هتبقى على حساب الحبال التانيين، يبقى الصوت بتاعها هيتغير برضه، بس الاثنين دول هنقول بالبلدي كده، الموتور مثلا لو كان 30 امبير على 3 فيز دلوقتي شغال منه 2 فيز، هتلاقي التيار بتاعك بقى 5، بقى كده كل فيز منهم شايل 10، لا لو اتقطع فيز الاثنين 22 15، يبقى التيار هيزيد بنسبة 50%. لو انا قطع احد الفيز او اتحرق فيوز اثناء التشغيل، التيار هيزيد بنسبة 50% وهسمع صوت زنة وصوت مش طبيعي للموتور